جماعة الخير، في بعض الناس ما عنده كلمة لا، يعني أي طلب يطلب منه سواء يضره أو ما يضره يقول ما يقول لا، يقول سم وابشر. طلبه يدخل معه في التجارة ما يقول له لا، طلبه أشياء فوق طاقته ما يقول له لا، طلبه أشياء هو في حاجتها ما يقول له لا. فمتى نستخدم يا أبو صالح كلمة لا؟ متى نقول شخص طلب منه شيء نقول له لا؟ قل له بدأ. كلمة بدأ هذه يعني فيها يعني انتباه. أما كلمة لا يا أخي ما تحطها إلا عند الضروريات والاستشارة. نعم. قبل كل شيء الاستشارة والاستخارة. هل تقول لا ولا تقول نعم؟ فكلمة لا يا أخواني ترى صعبة بوجه الإنسان الطيب. قد يكون أن يصير بخاطره، ولو كان أنها مثلا دارجة عند كثير من الناس كلمة لا يا أخواني، مثل يقول ماني معك، ولكن هذه تعطي بس دائما أبو صالح دائما نقول إيه، يعني لا على كل شيء نقول إيه 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 خطأ. أنا أقول أنا كلمة إيه إيه لا ما تصلح. نعم، لا ما الرجال مع الرياجيل والطيب مع الطيبين ما بشك، لكن لازم هنا تحط حرف استفهام. لازم أنك تفهم عن هذا الموضوع. هل تقول ننتظر ولا نستخير ولا نستشير؟ هم أنك على طول تحكم عليه نعم والله هذه ترى أنا يعني أوصفها أنها غير مكانها. نعم هذه ما عندي. أبو حسن، متى نقول لا؟ متى نقول إيه؟ متى يعني؟ هل هي دائما لا؟ هل هي دائما إيه؟ سم مبشر دائما؟ لا، ليس بالضرورة يعني أن تكون كلمة، يعني كلمة لا إنها مضرة أو رفض. لا، ممكن تكون منفعة لك. مثلا زي ما تقول الآن عن السيول، يلا نطلع نكشف، شايفين الدنيا كيف؟ أقول لك لا، يعني هي ما بس سلامة. صح. يا سلام، لا. مثلاً. وش بعد؟ سلامتك. نبي منك، ما نبيك على قولة، ما بنوفرك أبو حسن. أنت عندك شيء كثير. لا، مجرب الأمور. كثرة العطاء يا أبو حسن. جميل. العطاء جميل. العطاء جميل وكثرته. وكثرته أجمل. يا طيب بقول لك شغلة. بعض الناس من كثر ما يتعود منك على العطاء، بعدين لو يجيك ظرف من الظروف وترفض. يعاملك معاملة ثانية كأنك ما سويت شيء. يتعود على العطاء لدرجة أنك إذا تعبت أنت إذا أعطيت كويس يستغلني يعني؟ زي كذا يعني. والله ده هو يستغلني، بس الإنسان على نيته. أنا في نيتي أخدم الناس. يا سلام. إذا هو في نيته أنه يستغلني هل في ولو على حساب نفسك أبو حسن؟ لو على حساب نفسي أنا ما عندي مشكلة. طيب أستمتع بالعطاء. يا سلام. العطاء متعة. والله متعة جميلة. والله سبحانه وتعالى يعني يعني غفور رحيم معطي بلا سبب بلا حساب. طيب لو على حساب أسرتك، لو على حساب نفسك، لو على حساب مقدراتك، لو على حساب صحتك. قلت لك هي حسب الموقف، ما أقدر أقول لك لا أي ولا لا، بس في أشياء تقدر تقول لا. يعني كلمة لا شيء صحي. لا أبوي استوى يا ولد يا ما شاء الله. بحط على الكاميرا يا أبو ورا الاستوى هذه يا أبو محمد. القرصان استوت عندنا يا أبو محمد. يا سلام يا سلام، جايك المخرج الحين. يا لبيه يا ابو محمد، هذه فطيرتك يا ابو محمد. شبا الخبز اللي وسمته هذه اتصلك في الكنترول انت والشباب. السفر جاهزه ومعها بر وسمن وعسل. طلع ما شاء الله تبارك الله. طلع. طيب فطورنا جاهز يا ابو سليمان. دقائق كملوا نكمل السفره جوا. ايوه ونقول لكم تفضلوا والله يحييكم. طيب ابو نايف، وجهه نظرك تحترم يا ابو حسن وتقدر. حتى كلمة لا، شوف انك لا إله إلا الله، يعني نفي انه في إله غير الله، نفي وإثبات. فيعني كلمة لا هي كلمة صحية مش كلمة سيئة. صح. الله أكبر. يا سلام أبو نايف، متى تقول لا؟ متى تقول إيه؟ متى ترى أن عطائك ضرك؟ متى ترى أن العطاء يكون المن؟ فكلمة لا هذه متى تستخدمها؟ أولا كلمة لا مثل الملح على الطعام، إن نقص ضرك وإن زاد ضرك، شايف؟ لكن في قاعدة يقول جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الآن الطريق هذا اللي بروح فيه أنا، هل فيه مصلحة أو يترتب عليها مشاكل ويترتب عليها؟ فبالحالة ذي أنت ممكن تقول له لا اليوم ما إحنا رايحين، ممكن أجل وتلتمس معها تضع معها الأعذار، يعني تبرر ليش أنا قلت لا. يعني مثلا طلبت مثلا مني مبلغ انا ما استطيعه،
فأنا أقول لك يعني لا والله ما أقدر، فما فيها شيء إنك يعني تستخدم العبارة ذي، ولكن في موضعها صحيح. نعم في موضعها الصحيح، لأن كثرة الإنسان مثل ما قلت يعني طيب 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 لأن حتى يستغل ويقع في مشكلة بعدين أندم عليها. فأنت الآن طوال مسيرتك الحياة مع الناس كذا، انظر الآن هل هذا في مصلحة أو في مفسدة، هل في مضرة أو في منفعة. والحياة أخذ وعطاء، هذا هو الحياة تجربة، عطاء عطاء عطاء. نعم مثل ما قال قبل شوي أبو شو اسمه الحسن، أبو حسن، يعني الواحد لما الآن يروح للسيول يقول الله قطعنا الوادي، طيب الوادي يمشي وش أقول له؟ أقول له يلا أشوف الموت قدامه أنطر نفسي؟ لا، أقول له لا. فبالحالة هذه أنت الآن مصيب وأنت على الحق، فلا تؤدي بنفسك إلى المضرة، إلى شيء تحمل نفسك ما تطيق علشان جاملت للناس. لا تجامل في أشياء تستخدمها في موضعها، لا تجامل فيها المجاملة، بالعكس اللي هي تعتبر يعني طيبة زايدة وتضرك بعدين تندم عليها تقول ليتني ما سويت. فلا تستخدم كلمة بعدين اللي يقول كلمة يا ليت ولو، ما تنفع. اي نعم، فاحنا ما نستخدم لكن كلمة لا نستخدمها مثل الملح على الطعام في الضروريات اللي يشوفها محتاجينها في محلها، في محلها يحتاجون. ولا عمر الطريق هذا مثل واحد عمر يطلع او بيسافر سيارته متهالكه وطالع له في طريق يعني ما فيها من المحطه، اقول له لا ما احنا ماشيين على السياره ذي، شفنا سياره افضل منها او نقوم نسوي لها سياره ونشوف عنها، اما ان نحذف نفسنا وبعدين نقعد ندور من يساعدنا. لا لا في الامور ذي لا، كلمه لا لا طيبه في موضعها، تستخدم في موضعها، ولا احنا يعني بافضل من اللي قبلنا والحمد لله، استخدموها في مواضعها، وكل رجل له عاداته وله تقاليده وله، لكن اني ما اصير طيب مره ولا اصير وش يقول يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. لا تصير طيبا واجد ولا تصير متكبر، فخلك وسط. كلمه لا تستخدمها في موضعها، وكلمه فزعه يا من استفزعك رفيقك او خويك او شيء في شيء لا يضر نفسك ولا في مضر الاخر ولا في ظلم الاحد، فقل ابشر. لكن في ان تقول ابشر وانت رجاله ما تقدر، هذا العكس، هذه بالعكس اللي تعتبر يعني في موضعها الصحيح. قلت لا. السلام عليك ابو سليمان، نجيك دقائق. طيب بالربع عشان نكون واضحين، هذا الحين هو وجهات نظركم تحترم، خلينا نفكر وتقدر وكلامكم على العين وعلى الراس من فوق. تسلم يا ابو. لكن اللي بقصده انا انه فيه خبراء في علم الاجتماع وناس متخصصين يقولوا من اكثر الاشياء اللي تعطل اهداف الشخص انه ما يعرف يقول كلمه لا، ما يعرف كلمه لا، يرى ان كلمه لا قلة ذوق، يرى ان كلمه لا قلة احترام، يرى ان كلمه لا المفروض ما يستخدمها ويراها كلمه سلبيه. ويقولون ايضا انه لا هذه ممكن تبني مستقبلك، ونعم هذه ممكن تهدم مستقبلك. مثال مثلا نعم، يجيك واحد طال عمرك يقول لك انا مثلا ابي منك سلفه مثلا 100,000 ريال وابشر انا بسددها لك في اليوم الفلاني ومدري ايش، وتكفى يا ابو فلان وتكفى انا طالبك وانا تقوم تجي انت ما تقول له لا، تقول له خلاص ابشر، انت ما تملك 100 تملك 50، تقوم تتسلف 50 وتحط 50 على 50 صارت 100 وتعطي هي. فيه قاعده عند الناس اللي جربت الحياه وشرواكم شرواكم، يقول لا اعطيت الرجال قليل ملكته، نعم الله، ولا اعطيت الرجال كثير ملك. نعم بمعنى الرجال متسلف 200-300 ريال تلقاه منحرج منك، الله اكبر، ولا سلفته 50 ولا 20 ولا 30 ولا 100,000 تلقاك انت تقول يا رب انه بعد فتره يوم يخالف الموعد، تلقاك انت اللي يبدا الخوف يدخلك وتبدا انت اللي تدق عليه، صار هو اللي مالك، لدرجه بعضهم وهم قليل يجي يقول لك يا ولد ترى كزعجتنا كانك اول مره تسلف. الله نعم. الله وبعدين لا كثرت عليه وحدثت لا كثرت عليه قال روح اشتكني. الله الله صحيح، عارف ان ما عندك اوراق وعارف طال عمرك ان في اجراءات معينه تبتاخذ مجرى معين وانت تتعب عشان تاخذ، يعني الاجراءات واضحه بس انت تكون مشغول ما يمديك، ما عندك محامي، ما عندك كل مبلغ ما يستاهل المحامي. فهذا المبلغ اللي اخذته ال 50 فوق ال 50 هذا يدمر اسرتك. صحيح، اول شيء نفسيا، اذا دمرك نفسيا انت ما تعرف تشتغل،
ومزاجك في البيت يصير معكر وتعكر على اللي حولك. طيب لو قلت من الأول، تخيل لو قلت من الأول لا والله اعذرني أنا أدري إنك مديون وأدري إنك ملتزم وأنا حاس بظروفك لكن اعذرني. واحدة ثانية تجي عند صرافة تلقى لك واحد ما تدري من هو، ما تدري جنسيته وما تدري هذا الآدمي من هو، يجي يقول لك أنا عندي مبلغ كاش وباك تحوله على فلان. أيه والله حديث هذا بعد. وما تقول لا. أيه ما تقول. تقوم تحول المبلغ وأنت ما تدري اللي حولت عليه من هو. ولا تعرفه. ولا تعرفه. وهذا الشخص اللي وقف عندك ما تعرفه أصلاً من باب الخدمة، من باب إنك ما تقول لا. صحيح. حولت المبلغ. يا سلام. ودخلت فيه وهذا خطأ ودخلت في إجراءات أنت في غنى عنها وهي إجراءات حقيقية والقانون ضدك. ونظامية. والقانون يحمي الجميع. نعم. أعطيك واحدة ثانية. يدق عليك واحد سلام عليكم يا ابو نايف يا ابو صالح كيف حالك كيف حالك يا ابو نايف الله والله عندك تحديث بيانات البنك بيحدث بياناتك ابشر اروح البنك يا اخوي لا ما يقول لا يقول ابشر ويعطيك كلام حلو ابشر اعطني رقم الهويه ابشر اعطني الرقم اللي ورا البطاقه ابشر وشويه مصع الرصيد منك يعني تلخر عينتي عباتي ما تقول لا صحيح ليش ما تقول لا جاك واحد مثلا خطب بنتك وانت مستحي منه لكن تعرف تعرف لك ما تعرف ولده الله بدون ما تسال ما قلت قل له يا اخي انتظر نستشير استشير نعم استخير كلمه تبشر وتم وفزعه والله بيت حكمه وحكمه نعم ولا لا يا ابو صالح هلا والله احنا ترانا كلنا ما نستخدم الله عشان ما اقول لكم كلمه لا لها زمان ومكان يا اخوي استشير يا اخوي حط لا قدامك دائما خلق لا معك الله يجزاك خير على هالوضع العظيم والله جزاك الله خير كلمة لا أنا بجيب لكم قصة بس إن شاء الله بعد الفطور بعد الفطور إيه زين عن كلمة لا وش رأيك أبو حسن ابتسامتك الحلوة هذه الساحرة الله يسعدك يا رب كلمة لا والله ما هي غلط ما هي غلط صحية هي ما هي غلط صحية يعني شيء مفيد أنت أكيد ممكن مرة لما أنا قاعد أسولف أنا ترى بيكم تتذكرون أنا سولف تذكرون مواقف والله تقول يا ليتني قلت لا ذكرت مواقف الحين والله في قلت يا ليتني قلت لا صحيح فعلا جاني واحد في البيت ويطلب سلف وأنا والله ما أجده حقيقة الرجال قال ما أطلع لا تعطيني حاجة اللي جاي لها مرة يبغى له مبلغ تميون يبون عليه حوالي 50,000 يا الله يا ابن الحلال والله ما أجدها قال مرة والله ما أطلع من بيتك إلا تدبر لي من عندك ولا من وجهك مرة الله انها قوية شفت يا ابن حلال يا ابن المسلم قال مرة هبت والله اني عندك لو اجلس اسبوع ما طلعت والله يوم محنت والله ما اتصل لي على رجال شرواكم شرواك يا ابو فلان بيني وبينه معزة وبين انت اكفى انا رجال بلاني في بيتي وانا والله ما جدها وهالحين ابها منك قال كم قلت من هذا 3 شهور وحول على كلامه من 3 شهور حول اللي جاك تثق فيه هل اللي جاني ولا منحرج منه لا والله منحرج منه من رياجيل لنا تستحي منه اي استحي منهم واضح اي نعم شفت اي نعم ولهم تقديرهم عندنا ولو حتى من ربعنا القريب اي واضح نعم. بدون تفصيل ف دقت على الرجال والله جزاه خير ما قصر اعطاك المبلغ اعطاني المبلغ محول علي قلت ابشر خلاص رحت تطلع عمر الله لا يهينك سليمان على حسابه قال بس ان شاء الله شهرين 3 ان شاء الله هو عندك وشهرين 3 عمر طقه 3 سنين اكتب سند يا اخوي ليش تسمع يا ابو صالح ما كتب له شيء من اقول لك كلمه لا فعلا من الحياه ما كتبت شيء اكتب سند يا اخوي اكتب سند ما كتبنا شيء اقول لك الواحد اللي يعني ما هو بعذره في المواقف هذه لا يصير فيها مجاملات انا من الناس اللي يقول لا يصير فيها مجاملات الف من بعده كل ما دقه قال ما عندي شيء ما عندي شيء ما عندي شيء منين اجيب لك ما عندي شيء انا ما لقيت احدك أنا ما لقيت أحد فعلا حقك عندي منك الصبر من الوفاء هابد ما عندي شيء لك الرجال ما عندي شيء وش أسوي ويوم ضط عمره لي والله الرجال نوبن يشتغل في بيته نوبن يرمم ونوبن الناس بظروفه إيه شفت طيب أنا رجال يجي وراي يقول وكرفيتي قال فلان أنا أعطيتك شايف وقدرتك وأعطيتك حلالي الحين ما أخذت عليك حتى سند حولت في حسابك وهالحين أنا بقى حقي لا اله الا الله صحيح حتى يوم انه جاني هو وش يقول؟ يقول يشوفنا مثلكم ومثل الوجيهه الطيبه اللي اجى الرجال ما جوبه قام مع الرياجيل وشوف كم تقوم مع الرياجيل ما جوبك وتشوف عمر ان جت مدت اللي انت اولهم وان جت ضيفت اللي انت اولهم وان جت عانيه اللي انت اولهم ويحس من عندك حتى انه قال
قال والله ان انا ابغى من البنك والله عندك الرصيد اللي ما حد يدري عنه يقوله ما ادري ما عندي شيء قال عندك الرصيد اللي ما حد يدري عنه اشفت فاقول لك فعط عليها بعض الابيات اللي اي يقول هذه شاهد نعم يقول يا ربعنا ما به كنوز وملايين ولا عندنا بالبنك شيء ندس نمشي على الراتب مع الناس سالين وترى الشهر ينقص علينا ونحسه نعيش في نعمه وبالرزق راضين وما حرم الله ما نجيه ونمسه نحرص على الماجوب لو كان بالدين ومع الجماعه واجبي ما نهسه والله لو مديون له للدكاكين ما بخل ورزقي ما بهدني عسه ووصي عيالي بخوه كريمين ولا خاوي اللي دوم يدهم مدسه ووصي عيالي بخوه كريمين ولا خاوي اللي دوم يدهم مدسه اللي لي جات المواجيب مزفين ومن يبخل ماله عساه تطسه واحرص على جمعة رجال الوفيين شرواكم طيب. واحرص على جمعة رجال الوفيين ولا داني اللي فيه خبث ومخسة وان جاس اللي صحبته دوم غالين وان جنب اللي صحبته فيه رسة عمري تعدى فوق 51 واخذت فيها من التجارب معسة علم تعلمناه وسط الميادين ما ينكتب ونعرف نوه ونسه ونعرف نوه ويسه علم تعلمناه وسط الميادين وما ينكتب ونعرف نوه يسه وعلم تعلمناه بول وهالحين واللي دخل بالسوق لازم يجسه وصلاة ربي عد مال السلاطين على النبي ما نخالف لو هسه صح لسانك بنكمل سالفتنا ولكن ابو سلامه ما نقدر نقول له لا يا لبيه ما نقدر نقول لك لا هذه على الفلوس ما نقدر نقاوم والله يا طويل العمر يعني زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي